يسعد صباحكم مشاهدينا واهلا وسهلا لكل من ضمننا في برنامج فلسطين هذا الصباح للفقره الطبيه طبيبك وموضوعنا الطبي اليوم رح يكون مختص بفئات الاطفال نتحدث عن مشكله ممكن تكون لها اثر نفسي على الطفل وايضا اهل الطفل نتحدث عن التبول اللا ارادي عند الاطفال نتحدث عن انواعه واصنافه واسباب حدوث هاي المشكله مع الاطفال ومن هي الفئات المعرضه للاصابه هاي المشكله وهل هناك علاج ام لا؟ كل هاي التفاصيل طبعا رح نحكي فيها انا وضيفتي اللي بساعدنا. رح فيها الدكتوره سما البرغوث اخصائيه اطفال وحديثي ولاده صباح الخير دكتوره وأهلا اهلا وسهلا فيك اهلا صباحك وصباح كل المشاهدين اهلا وسهلا دكتوره كثير بنسمع عن مشكله اسمها التبول اللا ارادي عند مم. الاطفال فعليا نتحدث ما هو التبول اللا إرادي لما نطلق عليه تبول لا إرادي إيش هي بتكون المشكلة فعليا؟ تمام لما نحكي تبول لا إرادي عند الأطفال تعريفه هو عدم السيطرة على البول أثناء النوم من عمر خمس سنوات وأكثر مه. هذا بيعني أنه إذا الطفل عمره أقل من خمس سنوات إحنا لسه ما بنسمي هاي مشكلة حتى لو لسه ما عنده سيطرة كاملة على البول السبب باختيار هذا العمر ليش خمس سنين وأكثر مه. لأن المثانة البولية بتمر بمراحل نضوج من الولادة لحد عمر معين لحد ما يصير الطفل يسيطر على البول لما ينولد الطفل المفروض انه يكون البول فعال يعني في بول لكن ما في سيطره اراديه عليه شوي شوي بوصل الطفل لمرحله بصير يحس بامتلاء المثانه لكن لسه ما عنده سيطره انه يسيطر على البول ما يخليه ينزل المرحله الثانيه بتصير لما الطفل يحس بالامتلاء ويمنع المثانه انها تنقبض يسيطر عليها المرحله الثالثه والاخيره بالنضوج انه الطفل بمنعها تنقبض وبنفس الوقت بيعرف ينسق بين انقباض المثانه وفتحه الصمام اللي هي السيطره الاراديه على البول. هاي العمليه بدها من خمسه لسبع سنين لحد ما تكتمل عند الاطفال، في اطفال طبعا قبل في اطفال بعد لكن هذا هو الرينج. عشان هيك زي كأنه بنعطي للاطفال فرصه لحد خمس سنين انهم يوصلوا لمرحله النضوج بالسيطره الاراديه على البول. بعد هيك بنصير نعتبرها مشكله اذا ما كانت موجوده وما قبل ذلك لا يعتبر مشكله دكتوره مفروض اه انه من خمس سنين وفوق اذا كانت موجوده عند الطفل نلجأ للطبيب دكتوره ما هي اصناف تبول ذكرتي لي يعني خلال حديثنا انه هناك اصناف وانواع للتبول لا ارادي ايش هي هاي الاصناف دكتوره التبول لا ارادي بقسموه لقسمين قسم مصاحب لاعراض اخرى وقسم غير مصاحب لاعراض اخرى <applause> القسم غير مصاحب لاعراض اخرى يعني الطفل ما عنده اي مشاكل بس ببساطه في ليالي بسيطر على البول ليالي لا لكن ما عنده الم لما يتبول ما عنده حرقه بالبول خلال النهار الامور تمام بيروح الحمام وما في مشاكل لما يبول ما بحس انه لما يخلص بول لسه في بول موجود بالمتانه اللي هو شعور بالامتلاء بعد ما يخلص تبول بالإضافة لأنه ما في مشاكل عصبية أو مشاكل عضوية أخرى مصاحبة لهذه المشكلة الصنف الثاني اللي هو المصاحب لأعراض أخرى اللي هو بيجي الطفل مش بس عنده تبول بالليل بيكون في عنده أعراض تانية زي إنه مرات بيفقد السيطرة كمان خلال النهار او بيروح كثير على الحمام اكثر من الطبيعي لما يروح على الحمام بشكي انه في حرقه بالتبول او بكون في عنده اعراض عضويه تانية بتدل على مشاكل عضويه تانية مش بس فقدان السيطره على البول خلال الليل فاحنا لما نحكي عن التبول اللا ارادي الليلي اليوم رح نركز اكثر على غير المصاحب للاعراض لانه لأن المصاحب بكون له سبب لازم نشوفه ونعالجه أه. بالضبط دكتور نتحدث عن الاسباب ما هي دائما الامهات الاباء بتسالوا حكينا انه هي ممكن مشكله ما بتاثر فقط صحيا ونفسيا او لها انعكاس على الطفل ايضا على الاهل من ناحيه انه ايام بكون اطفالهم كبار يعني خاصه بعد الخمس سنين فدائما تسال ليش ابني عنده تبول لا ارادي بالليل دكتوره بتاثر وبتضغط نفسيا كل ما كبر الطفل كمان آه هلا اذا ما في سبب عضوي واضح زي ما حكينا بالاول في كثير اسباب ممكن تفسر ليش في اطفال عندهم تاخر في السيطره على البول اكثر من اطفال خلال الليل من هاي الاسباب اول شيء العامل الوراثي الإشي موجود بالجينات يعني شافوا انه اذا في اب واحد من الاب او الام كان هو صغير عنده هاي المشكله بصير 50% من الاطفال ممكن يجي عندهم هاي المشكله اذا الاب والام كان عندهم هاي المشكله بترتفع النسبه ل 75% بينما اذا ما كان حدا من الاهل عنده هاي المشكله فبتصفي النسبة بس 15% انه ينصابوا الاطفال فيها، ففي عامل وراثي بالموضوع. العامل الثاني ممكن شافوا انه في ارتباط بينها وبين مشاكل النوم، يعني الاطفال اللي بيكون عندهم اضطرابات بالنوم نفسه ممكن تصير عندهم المشكلة أكثر من الأطفال الثانيين، في دراسة بينت انه الأطفال اللي عندهم تبول لا إرادي بيكونوا صعب آه تصحيهم وهم نائمين أكثر من الأطفال التانيين يعني بيدخلوا بنوم عميق أكثر <applause> طبعًا هاي الأشياء بدها كتير دراسات لأنه الأهل اللي ما عند أطفالهم هاي المشكلة ما حاولوا يصحوهم بالليل فصعب يحكموا بالضبط هل هو عن جد نومهم عميق أكثر أو لا بس برضو شافوا بدراسة من الدراسات إنه في ربط يعني <applause> كيف الطفل صعب يصحى او مشكله التبول اللا ارادي عنده دكتورة دائما في قلق وتساؤل هل هناك من الاهالي هل هناك علاقه بين التبول اللا ارادي عند طفلهم والحاله النفسيه او حدث معين ممكن نسال انه هل صار مع ابني موقف بالمدرسه بالحضانه بالروضه بحياته الاجتماعيه سببت له مشكله نفسيه فهل هناك ارتباط دكتوره ما بين الصحه النفسيه والتبول اللا ارادي يعني هل يعني الطفل يكون هذا الشيء كثير مهم أه. في اطفال بيكونوا تعودوا على فترة من فترة إنه يسيطروا على البول وفجأة بصير زي عندهم انتكاسة إنه بصير في عندهم زي حالات تبول لا إرادي بالليل <applause> طبعا بعد فحص الأسباب العضوية الكثيرة عند الطبيب رح نحكي عنها بمرحلة التقييم والتشخيص مهم كثير نعرف هل صار في إشي ضاغط على الطفل نفسيا بهاي الفتره خلاه يرجع يصير عنده انتكاسة بهذا الموضوع طبعا من الأشياء الضغطة مش ضروري يكون إشي سلبي يعني ممكن بس إنه إجا أخو جديد منشوف كتير أطفال كانوا يسيطروا على البول وكله تمام لما إجى طفل جديد على العيلة رجع عندهم عدم سيطرة على البول ممكن اذا سجل بحضانه جديد او بروضه جديد هذه كلها تعتبر مراحل انتقاليه بتطلع الطفل من روتينه من الاشي اللي متعود عليه ممكن ترجع تدخله بانتكاسه جديده انه يتبول على نفسه بالليل فطبعا مهم كثير خلال عمليه التقييم نحكي بالتفاصيل مع الاهل ونشوف هل صار اشي جديد على حياه الطفل ممكن هو سبب هاي المشكله متى يتوجب دكتوره على الاهل زياره الطبيب؟ يعني في بعض الاهالي بيحكي لك احنا بنحل المشكله مع طفلنا بحاولوا يتصرفوا وهم يحلوا المشكله صحيح عشان أوه. ما يصير حتى احراج للطفل نفسه امام الطبيبه مزلوك. خاصه اذا كان عمره فوق الست سبع سنوات دكتوره، فهل ضروري تدخل طبي؟ ضروري والذهاب للطبيب تدخل الطبيب مثلا؟ هلا اذا كان الطفل خمس سنوات او اكثر مهم التقييم الاولي لاستثناء المشاكل العضويه زي ما حكينا لانه ممكن يكون في عن جد مشكله عضويه بدها علاج واذا تاخرنا بعلاجها تعمل مضاعفات <applause> فاول خطوه اذا كان الطفل عمره خمس سنوات او اكثر التوجه لطبيب الاطفال نعمل تقييم شامل طبعا التقييم بيشمل انه الطبيب بيحكي بتفاصيل مع الاهل هاي التفاصيل بتشمل إذا في عند الطفل أعراض تانية أو لا إذا عنده مشاكل صحية أو لا إذا كان حدا من العائلة عنده هاي المشكلة ومهم كتير يفهم الطبيب تأثير المشكلة النفسية على الأهل والطفل يعني في أطفال ما بيكون عندهم مشكلة بالموضوع بس مثلا بده يروح ينام عند أصحابه ومحرج إنه يصير عنده هاي الشغلة وهو نايم عند أصحابه أو بمخيم كشافة أو بحادث معين فمهم نشوف وين المشكلة عند الأهل بالضبط بالموضوع ومن خلال الحكي نشوف هل في أعراض لمشاكل عضوية تانية أو لا القسم الثاني بكون أنه نفحصه سريريا لازم نفحص نمو الطفل نشوف هل متأثر أو لا ضغط دم الطفل لأنه مرات إذا في مشاكل بالكلام أثر على الضغط ممكن تعمل هاي المشكلة ونفحص اذا في مشاكل عصبيه عند الطفل لانه مرات بيكون اذا عنده مشاكل عصبيه بياثر على سيطره الطفل العصبيه على المثانه وتسبب <applause> هاي المشكله ف الشامل للطفل مهم كتير عند طبيب الاطفال في حالات في حالات بنضطر انه نعمل فحوصات معينه للطفل أه. مثل تحليل البول تحليل البول بيحكي لنا كثير اشياء مش بس الالتهاب ممكن يحكي لنا اذا في التهاب اذا في سكر عند الطفل اذا في مشاكل اخرى بتركيز البول تؤدينا أتأث... أت... على مشاكل عضويه هي اللي عملت هاي المشكله واحيانا عند بعض الاطفال بنلجأ للتصوير لنشوف اذا في مشاكل عضويه تانية أه. دكتورة يعني عادة دكتورة عادة دائما يعني الأهل بيستبعدوا للطفل الالتهابات البولية فهل يعني نحكي للأهالي هل في امكانيه للإصابة وما هي اسباب حدوث دكتورة مثلا مشاكل مثلا زي التهابات في البول في المسالك البوليه دكتوره عند الاطفال لانه عاده الاهل بيستبعدوا هذا م -م. اللي نحكي الخيار بحدوث المشكله عند طفلهم خلص بيامنوا ان الطفل عنده مشكله عنده مشكله تبول لا إرادي وبفوتوا زي ما بيحكوها بالجو حتى زي ما حكيت حتى ممكن رده فعل الاهل تكون هي السلبيه على الطفل او تزيد آه. من وضعه مزبوط. فنتحدث عن اولا دكتوره إمكانية إصابة الطفل بالتهابات المسالك البولية؟ التهابات المسالك البولية شائعة عند الأطفال يعني مم. من الالتهابات اللي بنفكر فيها كثير بعيادة الأطفال مش من, مش من المشاكل النادرة عند الطفل أول سنة بتكون شائعة عند الذكور والإناث بعد هيك بتصير النسبة أعلى عند الإناث لعدة عوامل مم. طبعا في فترات بتزيد فيها عرضة الطفل للالتهابات البولية خاصة الإناث منها فترة التدريب على الحمام ومنها فترة لما يدخل الطفل على المدرسة لأنه بيكون مرات بحشر حاله ما بده يروح حمام المدرسة بصير في تصرفات سلبية من ناحية عملية التبول فبتزيد العرضة للالتهاب فالتهاب البول مهم نفكر فيه كخيار يعني وخاصه بالاطفال اللي زي ما حكيت لك بيكون عندهم سيطره على البول وفجاه بيفقدوا هاي السيطره مم. فمهم نشوف انه ما في التهاب بهذيك المرحله دكتور لنطمن الاهالي الامهات هل هناك علاج التبول اللا الأطفال للاطفال يعني نحكي حتى لو طالت المده الزمنيه يعني واهميه كيفيه التعامل مع الطفل وانه ضروري الاهل يوفروا بيئه صحيه نفسيه لطفلهم عشان نطلع من هاي المشكله صحيح هلا اهم إشي انه يكون في رغبه عند الاهل والطفل انهم يخلصوا من هاي المشكله بشكل ايجابي رغبه الطفل والاهل بالتعافي من هاي المشكله بتكون هي اهم عامل بنجاح عمليه العلاج <applause> الشغله الثانيه المهم كثير نحكيها للاهل عدم التوبيخ المشكله مش ذنب الاهل ولا ذنب الطفل يعني الطفل ما بحب انه يعمل على حاله بالليل ولا بحب يصحى يكون مبلول الصبح فالتوبيخ رح يزيد الاشي سوءا وشافوا ان الاطفال اللي اهلهم بوبخوهم كل ما صحيوا الصبح مبلولين نسبة انهم يتعافوا من المشكلة بشكل سريع كتير قليلة يعني بيطولوا بالمشكلة اكتر فاهم اشي انه ما نحسس الطفل ولا عن طريق المزح ولا عن طريق البهدلة ولا اي عن طريق تلميح لناس تانيين اه. لانه مرات الاهل بفكر الطفل مش سامع بيكونوا يحكوا عن المشكلة لناس تانيين وهذا الاشي كتير محرج خاصة انه الطفل من خمس سنين وفوق يعني عارف كل شيء وفاهم كل شيء صحيح تكون سامع ومركز بكافة التفاصيل <applause> بالضبط حتى لو فكرنا مش سامع <applause> فمهم جدا جدا انه ما نتعامل بشكل سلبي ونراعي نفسية الطفل. آه تاني شيء اذا الطفل صحي بليلة من الليالي ناشف نعملها انها اكبر انجاز بالتاريخ يعني طبعا يعني ندعم النفسي. ندعمه نشجعه نحكي له انه طلع كيف اليوم الامور تمام هاي شغلة آه الشغلة الثانية من الاشياء اللي شافوا انها فعاله جدا عند الطفل انه نعمل جدول بايام الاسبوع ونتفق مع الطفل انه كل يوم بيصحى ناشف مثلا نحط نجمه او ستيكر هو يحط على الجدول واذا جمعنا مثلا خمس نجم نجيب له هديه هذا التحفيز عند الطفل كثير بيساعده وبيجيب نتائج طبعا دائما اي طاقه ايجابيه او اي دعم مم. نفسي بيحل المشكله مش بس مع الاطفال حتى مع الكبار دكتوره سما دبروقي بس تفضلي <applause> انه في حالات بنرجع لاستخدام دواء معين هذا الدواء المعين بجيب نتيجه في بعض الحالات اللي ما بتجيب التشجيع لحاله نتيجه فيها طبعا هاي الحالات عاده بتكون كبيره في مراهقين بيوصلوا لعمر لسه بي عندهم هاي المشكله فبتساعدهم انه تدعم ثقتهم بنفسهم وتسيطر على المشكلة أكثر من بس تشجيع لحالها. صحيح، الدكتورة سما البرغوثي أخصائية أطفال وحديثي ولادة بنشكرك على كل هاي المعلومات الطبية وبنتمنى السلامة لجميع أطفالنا وبنرجع من أكد على أهمية الدعم النفسي خاصة بهاي المشكلة أكيد. لأنها لها تأثير نفسي أكثر ما هو جسدي، أهلاً وسهلاً دكتورة. أهل فيك. شكراً فيكي وشكراً لك. أهلاً وسهلاً، هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرة الطبية اللي فيها عن مشكلة وبنرجع بنأكد على كلام الطبيب بأهمية التعامل مع المشكلة من ناحيه نفسيه ودعم وعدم توبيخ الطفل نتمنى السلامه للجميع واستنونا بفقرات طبيه جديده ويسعد صباحكم